بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا إن شاء الله عن how to do patient interview based on patient symptoms. إحنا قلنا إنه competencies need ستة أشياء: appropriate communication skills، ثم تليها patient symptoms، ثم professionalism selectivity and clinical reasoning، ثم procedure skills according to the specialty. Okay, patient-centeredness اللي معروف إنه the biopsychosocial approach is the best approach to cover patient symptoms. However, there is no way to create or define approach covering the psychosocial. Bio is already covered by traditional approach. الهيستوري اللي احنا تعودنا فيه في الاندر جرادويت والبوست جرادويت اللي هو موستلي دكتور سنترال ابروتش، اللي هو الهدف الوصول الى الدياجنوزيس ثم العلاج. اما السايكوسوشيال فكان مفتوح، ممكن ياخذ الطبيب ربع ساعه نص ساعه وقت، ويحتاج وقت كثير، لذلك الناس او الطبيب يكتفي غالبا بال brief history عن البايو، وموست اللي خاصة في التخصصات الأخرى في المستشفيات يكتب psychosocial not applicable أو يكتب no abnormal finding ويخلص. لكن في الحقيقة وبفضل الله سبحانه وتعالى وجدنا الـ innovative 5 steps in patient interview to cover this approach اللي هو الجانب psychosocial. هل المريض يحتاج mental health care، يحتاج care rather than the bio disease or not. طيب نشوف الفيديو وعليها نحدد. بسم الله. Innovative patient interview approach for providing mental health care in PHC family practice by Dr. Abdullahi Al-Kathami. هذه الابروتش الحمد لله تم كتابته او وجوده بناء على خبره طويله في البرايمري منتال هيلث، وخرج في 2017 وتم اعتماده الحمد لله في منظمه الصحه العالميه، وطبق في دول كثيره اضافه الى مراكز المملكه في مصر وفي السودان في المغرب في صحه دبي في سلطنه عمان، ومعتمد الحمد لله من قبل منظمة الصحة العالمية أو منظمة أطباء الأسرة اللي هو الونكا كأحد الأبروتش اللي ممكن يطبقها الطبيب لتقديم خدمة رعاية نفسية أول. Steps model. Step 1. Suspection. Identify target patients. إذا أول خطوة هي المهمة، هل المريض اللي أمامك يحتاج منك رعاية نفسية أو لا؟ هذا يعني أول خطوة، هي أهم خطوة في الأبروتش، وهذا المريض هو اللي يحدد إيش احتياجه وليس أنت. الآن منهم الناس اللي يجبرك أنك تغطي هذا الجانب المنتال هيلث، سواء أنك في مركز صحي، سواء أنك في طب الأسرة، أو سواء أنك في مستشفى في أي تخصص. Three types of patients: uncontrolled chronic organic diseases as diabetes, hypertension and bronchial asthma, patients with frequent visits, sleep disturbance. إذا الثلاثة هذه الأنواع من المرضى اللي عنده مرض عضوي أو symptom، يعني واحد دائما يشتكي من آلام في بطنه، آلام في ظهره، صداع، وجالس يقفز من مكان مكان، هذه النوعية الثانية، أو عنده يتابع معك في العيادة عنده قولون عصبي أو مرض سكر أو ضغط أو أزمة غير متحكم فيه، وهذا اللي نحن نلاحظها، يعني نسبة التحكم في الأمراض المزمنة غالباً ما تزيد عن 40%، من 30 إلى 40%. إذا لماذا؟ لماذا النوت كنترول؟ رغم أن الطبيب حريص أن يعطي الأدوية المطلوبة، ولكن غالبا نقول المريض ما يلتزم، المريض ما يسوي، وهو المسكين ما في أحد يتهم في صحته، لكن معناته أنه في مشكلة غير ظاهرة وهي اللي تسبب عدم التحكم. وهذا اللي نشوفه في كثير من المرضى،
مريض سكر عنده عمره 70 سنة، وصل من علاج الأدوية إلى الماكسيمم على جرعة، حول إلى الأنسولين، رفض المريض، أرسل إلى الاستشاريين في المستشفى حتى يقنعوه، لأنه الهيموغلوبين 1 اي سي وصل إلى 13، رفض، رجع العيادة، حاول بقدر ما يستطيع. كان تركيز الطبيب فقط أن الهيموغلوبين 1 اي سي 13 وأن الأدوية وصلت الماكسيمم، ويحتاج له إلى تغيير نوعية الأدوية حسب الجايد لاين. الآن الطبيب يتبع البايو فقط. لما جينا نطبق السايكو سوشيال ابروتش اللي هو الفايف ستيبس، وجدنا انه هذا المريض يعاني فعلا من ضغوط نفسيه وعنده اكتئاب، وبدينا فيه العلاج الحمد لله، وبدينا نسبه استجابه السكر تنزل، ينزل نسبه السكر في جسمه، الهيموجلوبين 1 اي سي نزل من 13 الى 7. الان المريض الحمد لله بدون اي ادويه. اذا هذه مهمة جدا ان نلاحظ المريض امامنا، هل عنده uncontrolled symptom او disease، هل عنده patient frequency، هذه من غير حتى ما تسأل المريض، داخل عندك عارف حالته. الوحيد اللي يمكن تسأله عنه كيف نومك، بس بدون details وكذا. قال لك نومك، نومي الحمد لله كويس، أنت اللهم لك الحمد. والله قال لك نومي ما هو مضبوط، هذا هو الكاتشمنت، هذا واحد من تارجت الناس اللي انت محتاجين خدمه منك. حنشوف الخطوه الثانيه ايش تسوي. اذا ما هم من هذه الثلاث، هذا انسى السايكو سوشيال، ركز على اللي انت تعلمته في الاندر جرادويت والبوست جرادويت او تخصص، كمل وانت مطمن ومرتاح. طيب ايش اسوي ليه لو كان عنده ان كنترول او البيشنت فريكوينت ولا عنده سليب ديستربنس؟ Step 2. Screening. A. Screen the hidden agenda and assess the judgment. By ICE technique. Idea. What do you... إذن أول خطوة بعد ما حددت أنه محتاج المنتل هيلث، لازم explore the hidden agenda اللي هو حاجة عنده مشكلة متخوف منها ويبغى أحد يقول له المشكلة. متخوف من سرطان، متخوف من مرض ممكن يأثر على حياته، أو أنه يكون فقط جاي للمعالج. هذا الحاجة المهمة جدا في مرضى من الديليوجن، مرضى يعني عقليين محتاجين، عندهم مشكلة في العقل اللي هم السايكوتيك، ومحتاجين ريفيرال إيميديتلي. هذا نستخدم طريقة الآيس، لكن الإشكالية في كيف نسأل. لما تيجي تسأل المريض تقول له ايش تفتكر سبب الصداع اللي عندك؟ والله هو ما دخل كلية الطب عشان يجاوبك، لذلك دائما يهاجمك ويقول لك انت الطبيب ولا انا؟ ايش تتوقع مني اني اخدمك اليوم؟ والله انت طبيب وعلى العين وعلى الراس، يعني انت كريم وانا استاهل. هذه الاسئله المريض يحسها جوه حتى لو ما اتكلم، انك انت تهين وتقلل من قيمته. اذا كيف احولها بسؤال ما يحرك فيه المريض ولا يرد عليك بإجابة؟ الكثير من المتدربين يطبقونها في الاختبار في التدريب، لكن لما تجي في عملهم اليومي ما عمره يسأل، لأنه يحرج. إيش تفتكر سبب عدم التحكم في الضغط؟ أنا لو أعرف ما جيتك، إيش يخوفك منه؟ لكن كيف نحولها الأيديا؟ إيش تفتكر سبب عدم التحكم في الضغط اللي عندك؟ ايش تفتكر سبب الصداع اللي عندك وليس اللي في الكتاب اللي عندك انت الان؟ ايش تفتكر؟ والله عنده حاجه مخفيه، حيقول لك والله تخوف مثلا يكون في مرض خطير او شيء. اذا اول سؤال الايديا اللي هي ايش تفتكر سبب الصداع اللي عندك؟ لاحظوا كلمه اللي عندك، يعني انت وليس اللي الصداع. ايش تفتكر سبب عدم التحكم في الضغط اللي عندك وليس الضغط اللي الطبي؟ اذا هذه I think the cause of your uncontrolled diabetes, headache, etc.
Concern. What is your worry of your uncontrolled diabetes, headache, etc.? Expectation. Do you think I can help for your uncontrolled diabetes, headache, etc.? إذن هذه ثلاثة الأسئلة. إيش يخوفك من الصداع اللي عندك؟ إيش يخوفك من عدم التحكم في الضغط اللي عندك أو السكر اللي عندك؟ إيش تتوقع مني إني أخدمك لعدم التحكم في الضغط اللي عندك؟ إيش تتوقع مني إني أخدمك في الصداع اللي تعاني منه اليوم؟ هذه الأمور تسهل هل هو في هيدن أجندة أو لا؟ حتى لو قال لك أنا عندي أخشى أن يكون في سرطان، ما تدخل فيه في الإجابة in detail. لكن النقطة المهمة هنا، لو بدأ المريض يكلمك بطريقة فيها delusion، هنا على طول immediately refer. زي مريض جانا في المركز الصحي uncontrolled hypertension، إذن أول سؤال خلاص هذا suspected. أول سؤال نسأله عن الآيس اللي هو الآيديا، إيش تفتكري سبب عدم التحكم في الضغط اللي عندك يا أبو محمد؟ قال لي دكتور أنا وزير البلاتيني وعضو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يبغون يأخذون البلاتينيوم حق أبويا وأبائي وأجدادي، والله ما يحبون. انتهت الانترفيو ما حدود دقيقة واحدة، ريفير للسيكاتري بدون ما كمل الانترفيو، أرسلناه إلى السيكاتري، ومحسن الحظ أنه كان معنا كونسلتنت سيكاتري في العيادة كنا لدراسة هذا الأبروتش. جلس معاه طلع قال يا دكتور هذا المريض عنده شيزوفرينيا أند ميني. قلت إذن خلينا نشوف الله يرضى عليك إيش بيسوى له في المركز الصحي، لأن حاولنا في المركز من يوم الأحد إلى يوم الربوع بس وقت 5 دقائق أو 10 دقائق نشرح فيها الأبروتش الجديد. دخل عند الطبيب، طلع المريض، ها إيش سويت له؟ قال والله هذا المريض known to us إنه hypertension، ويعني زبطناه إن شاء الله بعد أسبوع بعد شهر حيجي يكون من أحسن ما يكون. قلنا يا دكتور المريض هذا عنده شيزوفرينيا، عمره 53، يعاني كم سنة؟ معروف إنه السايكوتيك تبدأ إيرلي، كم يعاني مسكين هذا وإحنا جالسين نزود أدوية نقص أدوية، سووا الانفستيجيشن ودم يعني زود، صرفنا ريسورسز في غير مكانها، ضيعنا وقت للمريض وأخرنا علاجه. ليه؟ لأن المريض أصلاً جاي يشتكي من السكر من الضغط، ولا وما هنا أبروتش سريع سهل سلس يقدر يكتشف الحالة. كنا لحق على المريض وأرسله للسيكاتري. فهذه الحالات وغيرها كثير تفقد بسبب البرزنتيشن، بسبب البرزنتيشن وما في اكتشاف. بنت عمرها 19 سنة تعاني من حموضة، أدوية الحموضة، أرسلت إلى المستشفى، حطوا لها موعد لعملية الإندوسكوبي، فكانوا جايين قبل الويك إند، فكانت الأم تقول خلص علاج الله يرضى عليك دكتور، أصرف لها علاج بس إلى يوم بداية الأسبوع القادم حتى يسووا لها الإندوسكوبي. طبعا uncontrolled epigastric pain، السؤال مباشرة إيش تفتكري سبب الحموضة اللي عندك؟ قالت يا دكتور شوف أنا لولا الله سبحانه وتعالى خلقني وأوجدني كان العالم دخل في بعضه والناس يعني أكلوا بعض. قلت لها أوكي هذه this is very clear meaning، على طول شليت الندب قلت لها يا والدة هذه لازم نحولها إلى تخصص طب الأسرة زملائنا وهذا هو مجالهم، وحولناها الحمد لله من بدل ما تسوي الاندوسكوبي سوت تقابلت الطبيب النفسي وبدابها إميديت للحمد لله على علاج بحيث أنها ترجع تعيش حياتها طبيعيين عمرها 19 سنة. تخيل لو جلسنا من اندوسكوبي إلى اندوسكوبي إلى علاجات لين توصل زي ما مريض الضغط اللي وصل إلى 53 سنة nobody discover him. إذن الأمر ليس بأنه أبروتش أتبعه ولا ما أتبعه، هنا في خدمة مريض
في خدمة مريض وحياة مريض أهم من كوني أنا طبيب أو موجود أو ما موجود. أهم حاجة أنا وجودي كله حتى أخدم المريض. إذا أخدمه بما يحتاجه المريض وليس بما أحتاجه أنا أني أصل إلى التشخيص وعالج فقط. إذا هذه هي اللي هي الآيس تكنيك. إذا الخطوة الثانية بعد السسبكتينج سكرينينج. الخطوة الثالثة اللي تحت السكرينينج عن الآيس هنكمل هذا. The answer which you want to hear from the patient is that it logic or not. If the answer is logic, means no hidden agenda. No need to take details. B. Screen patient stress. إذن الخطوة الـ eyes الـ hidden agenda ما تأخذ فيها detail. عندي مرض خطير ما بدون بس عرفت انه عنده هيدن اجند عشان الوقت وعشان في وقت لي من اجل ان في وقت لي لتقرير هذا. الخطوه الثانيه طبعا اذا ما في ديلوجن ما في شيء تكمل معه. في ديلوجن على طول حوله للسيكاتري. انتهت الانترفيو.